والله مباراة كويسة، فرقة طيران فرقة كويسة، كسبان عندنا 3-0. احنا كنا في ضغطة ماتشات جامدة، النهاردة الحمد لله وقفنا على رجلينا. الفرقة عملت كل اللي عليها، كل المطلوب منهم عملوه، نفذوا مباراة صح على الفرقة. الحمد لله ربنا أكرمنا نفوز. يعني هو إرسال قوي واستقبال وروح عالية في الملعب، هو ده كان الفارق، وهم نفذوا كده كويس جدا. يعني الموسم ده أفضل طبعا، الموسم ده فرق كتير بنلعبها، الدوري صعب، الدوري قوي، كل الفرق كويسة، كل الفرق قريبة من بعض. نظام البطولة كويس جدا، نظام البطولة عاطي فرصة ان احنا نلعب فرق كتير قوي، ولسه هنلعب الادوار الجاية كتير، وان شاء الله ربنا يوفق باذن الله. هو النهاردة ما فيش توفيق من عند ربنا، الحمد لله احنا عندنا اصابات كتير، في ناس جديدة اول مرة تشارك في الملعب، فده مسبب عجز عندنا في الملعب. فرقة ديلفي فرقة محترمة، وكنا بننافس على مركز رابع انا وهو وفرقة الشمس، كلنا قريبين من بعض، ولكن في يوم كده في اوف، يعني ما فيش توفيق، بس الحمد لله يعني ان شاء الله نقدر نعوض اللي جاي ان شاء الله. ده اكيد طبعا، وطبعا لما يرجع الاصابات اللي موجوده دي هتفرق معانا. الفرقه دي احنا كنا كسبنا على ارضهم 3-0، النهارده هو رجع بينا بفرقته تاني وكسب، ولكن لسه ان شاء الله اللي جاي افضل ان شاء الله. كان في اخطاء كتير فعلا من ناحيتنا، كان لازم نحسن شويه قفله البلوك بتاعتنا، وكان لازم نحسن شويه الديفنس، واول كوره بالذات برضو احنا ادائنا احسن من كده بكتير، بس احنا النهارده كنا بس اوت اوف مود. يعني ان شاء الله الماتش الجاي كمان نعوض ونلعب احسن ان شاء الله. بقى قال لنا دايما ان احنا حتى لو ضيعنا اول شوط لازم نعمل فيها خلاص، ما حصلش حاجه، عادي الشوط اللي بعده ناخده ان شاء الله، نجيب نعدي نكسب، يعني لسه مش عشان ضيعنا شوط نضيع باقي الماتش كله من علينا. فلازم طبعا التشجيع دي عشان ما نستسلمش من بعد اول شوط. هو لسه معانا شوط كتير، بس احنا للاسف النهارده اوت اوف مود بس.